يلا خلينا ناخذك شنو ها راويك بعض الادارات شنو حصل هني من هالمكتب انطلقت قصه نجاح مشاريع ما شاء الله ما راح تصدقون شو المشاريع اللي بلشت معها طبعا يجو مثل هذا الكوت عندي بالمكتب انا حاطه مال دريبواني امباني هذا هندي اسس شركه من الشركات الكبيره جدا في الهند بس كتب شنو كتب اذا انت ما بنيتي حلمك احد ثاني راح يوظفك حق تبنين احلامهم